في حدث تاريخي يحصل في محافظة ذي قار ولأول مرة في العراق، مستشفى القلب في الناصرية يتمكن من صناعة قلب اصطناعي لمريض يبلغ من العمر 60 عاما. بعد عملية دامت 10 ساعات تكللت بالنجاح. المريض خطار عبد اللي جرت عملية زراعة قلب اصطناعي في مستشفى الناصرية للقلب تحت أيادي ألمانية خلال وفد ألماني بالتعاون مع الحكومة العراقية، ولله الحمد تمت عمليته البارحة الساعة 5 مساء. خرج من العمليات الساعة 11 ليلة، والحمد لله والشكر حاليا في وحدة العناية المركزة لغرض الإفاقة من العلاج واستقرار الجهاز، والحمد لله والشكر. العملية التي أجريت بأيادي عراقية وبالاستعانة بخبرات عالمية تمكن من خلالها العراقيون من صنع المستحيل لإنقاذ المرضى والحالات المستعصية من أمراض القلب. نعلن وعلى بركة الله عمل أول عملية لزراعة قلب صناعي في العراق داخل مستشفى الناصرية للقلب لمريض يبلغ من العمر 60 عام، يعاني من عجز القلب الاختناقي غير المستجيب للعلاجات. العملية أجريت مساء أمس الأربعاء الموافق يوم 20 من قبل فريق طبي ألماني ومشاركة فريق من أطباء مستشفى الناصرية للقلب، وقد تكللت العملية بالنجاح وتجري متابعة الحالة من قبل فريق مختص. وعلى الرغم من الإمكانيات المحدودة والدعم الخجول من الجهات المعنية، يواصل مستشفى القلب في الناصرية تسجيل الإنجازات النوعية والفريدة من نوعها في المجال الطبي. زراعة أول قلب صناعي لمريض يعاني من عجز القلب الاحتقاني. الأمراض هذه طبعا هي غير مستجيبة للعلاجات، ومثل هيك حالات تحتاج إلى زراعة قلب، أما يكون بشري أو صناعي. إحنا زراعة القلب البشري حقيقة أكو قدامه تحديدات شرعية، ولنا جولات حقيقة في هذا الموضوع. الأساتذة اللي موجودين بالمستشفى، ولكن هذه تحتاج إلى طريق طويل. في هذا المستشفى الذي بات اليوم يزاحم المشافي العالمية بالعمليات النوعية، يحتاج إلى وقفة جادة من السلطات العليا للمزيد من الاهتمام والتطوير للمضي بالمزيد من المنجزات الفريدة من نوعها. لقناة التغيير الفضائية، سلامة سهيد، ذي قار.